سعد لبيك الله بالنور يا سعد. مرحبا. لبيك ابو غنى. لبيت حاج. والديك ومن تحب لبيك. مساكم الله بالخير جميع. بالنور يا حبيبي. اولا بغض النظر عن اللي حصل واللي تكلم ابو مبارك وقال اللي عنده كله، ماني متكلم في الموضوع هذا قطعا، كنت بدخل قبل اتكلم وقال ابو مبارك اللي عنده، ويمكن اللي عندي انا كان غير، لكن ما راح اتكلم فيه بغض النظر عن ما حصل، لان في النهايه مفلح قبل لا يطلع قال ان كان هذه خيرت لي فالحمد لله على كل حال، الحمد لله، وان كان انا ظلمت رفع يديه وقال حسبي الله ونعم الوكيل، وصلت للي اقوى مني ومنك، انت هنا خلاص انا اطلع من الموضوع. اللي بعده يا حبيبي. اللي بعده طال عمرك انا بتكلم عن موضوع مفلح. اسلم. مفلح مهما تكلمنا عنه ما راح نوفي حقه، انا كنت من اقرب الناس له من ايام زد فرصتكم، من قبلها بعد كنت اروح واجي انا وياه في سياره واحده، وكنا في البرنامج اخواني اللي معي كلهم عزيزين وغاليين، لكن تعرف في شخص ممكن تكون اقرب له لانك تعرفه من قبل ويعرف عنك علوم واجد. اللي ابي اوصله للناس اللي تشوفنا وتتابعنا اقولهم تكفون لا تخلون مفلح، هم عرفوه وعرفوا وش عنده وعرفوا طيبه قلبه، يستاهل الدعم. اوجه لشكور السعد باسمي وباسم اخوياي، انا اولا اوجه لشكور السعد ولاخوي سلطان اللي يسمعني، اقول له لا تخليه، وجمهور المتسابقين اللي عندنا وجمهور بدايه كلهم، انا معك صالح، وصل صوتكم كلكم يا سعد. سعد اسمع ابو الوليد معك. لبيه اسمع ابو الوليد حبيبي، بشاره خاصه، خلال 10 دقائق نقز حساب مفلح من 7000 الى 20000. انا اقول الف مبروك هالنجاح، ترى قليل على مفلح، وحسوف مبروك حب الجمهور ووفاء اخوياك معك واصدقائك وكلهم اجمعوا بالعموم كلهم لا اصدقائك والجمهور على حبهم واخلاصهم وصدق قلبك، فهذا اكبر دي ارتفاع حسابك في 13000 في يمكن 5 دقائق، ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك ان شاء الله يا رب، وتستاهلوا حب مفلح ومفلح حب لكم. شباب اسمعوا ابو فزاع، اسمعوا ابو فزاع، ابو غنى اسلم ابو فزاع. طيب شباب صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. مفلح وين بيروح الحين؟ بيروح لهلا. وين بيروح؟ لهلا. الحمد لله، احنا هلا ورايح لهلا، هذا اول شيء. بالنسبة حنا والإدارة والإعداد كلنا فريق واحد، وأما إثارة موضوعنا الأسئلة الصعبة راحت هنا والأسئلة السهلة راحت هنا، يا جماعة الخير هذه مسألة أرزاق. أما الأمر الثاني وأنتم الآن جالسين كلكم تسمعوني، في بشارة بس ما ببشر فيها مفلح، وصلتني وإن شاء الله أني أخبر فيها مفلح، شيء سره وشيء والله العظيم ما أقدر أعلنه، بس إن شاء الله أني سره. يستاهل الطيب. بشرنا الله يرحم والديك. الأمر الثاني يا جماعة الخير، الأمر الثاني نسمع يا شباب، اللي عجبني فيكم تنافسكم، وعجبني فيكم محبتكم المفلح. أتمنى من الجميع يستمر على هالأداء، مو عشان إذا خرج مفلح حنا خلاص نفقد المنافسة أو التنافس، وخليكم متقبلين مثل ما تقبلها مفلح. الآن مفلح تقبل الخسارة وتقبل النتيجة، فأنتم خليكم متقبلين، أتمنى من الجميع يتقبلها، لأن شكلنا حلو إذا تقبلنا الفوز وتقبلنا الخسارة. أبو فزاع سم، لو ما طلع مفلح يمكن اطلع انا، ما طلعت انا بيطلع صح فارس. صح، هذا شيء احنا مقتنعين، ومفلح ترى جاء جمهور، يعني ترى فرق صوت واحد، يعني مفلح ما هو شخص مجهول، بالعكس، وانا قلت اول جماهير مفلح انتم اول جماهير قريبين طيب. منه وعارفين شخصيته طيب. وعارفين حقيقته. اوضح نقطه بس زياد، لبيك لبيك، اللي طلعوا كلهم خالد بسام راضي، يعلم الله انهم ما يقولون لا قدر ولا قيمه عندنا، لا كلهم لا. كلهم نحبهم ونغريهم، والله ندعمناهم وبندعمهم، وافين نتكلم في اليوم، لان اللي طلع اليوم مفلح. سعد لبيك، انتم اليوم اول شيء اشكرك على مبادرتك اللي صارت اليوم، واشكر فريق داعمك والمجموعه اللي كانت معك، وانتم اشكركم الفئه اللي اليوم قاعده تتابعكم وطلعت في النمنيه، هذه الفئه اتوقع 90% منكم او 70% ما كان يتوقع ان هالاطفال اللي معاهم مرض انتم نافذه الامل لهم، انتم ابطال. اليوم اعجبني فيكم تفاعلكم معهم، ولكن كم كنت اتمنى ان ما تنزل الدموع منكم لانهم هم كانوا اقوياء، لكن اعجبتني انسانيتكم يا شباب، ترى المجتمع كله يتابعكم، وهالفئه الغاليه اللي عصرها الالم قاعده تتابعكم. اتمنى نبدا اسبوع جديد، تفاؤل، مبادرات، عمل، رياليتي بكل ما تعنيه الكلمه، نبى برنامج جميل جدا. شباب نسمع هاني بس عشان الوقت في ملف لازم نفتحه. الله بالخير يا شباب، نسمع هاني يا رجال. يا شباب الله يصبحكم بالخير. صبحت بالنور. السعد الله لا يهينك، ابغى فارس.